مشاهدي ساحل تي في، عسلامة ومرحبا بكم في معتمدي تنفيذة اللي تعاني من عدة مشاكل ونقائص أهمها البنية التحتية. حبش نحكي على معتمدي تنفيذة دون ذكر إريافها اللي هي في الحقيقة تعيش في عزلة. تابعونا في التقرير التالي باش تزيدوا تتعرفوا على مزيد من التفاصيل. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بكم ونتشرفوا بكم. مشاكل بالجملة في معتمدي التنفيذ؟ والله مشاكل برشا موجودة، مشاكل فمفيدة من ناحية المطار، فمني بطلوهم برشا، فمني معناتها أولاد واخذين شهيدهم وأمورهم واضحة، فمني بطلوهم برشا، فمني قرابات، فمني الأربعين ولا خمسين واحد هكاك حرام، فمني ناس تخدم على أرواحهم يبطلوهم هكاك، ما نعرفش يعني شنو البروبليم، فمني. والنفيذة توا حالتها تعبة توا قداش؟ معناها توا سنين من عقود. يخسر لي حتى توا العباد هاي النفيذة هاو المطار، المطار ما عملش شيء، ما حلش المشكلة. ما حلش المشكلة، الناس هاي بطالة، كلها بطالة. القاتلة اللي يخدموا في المطار مش كلهم نفيذة، يجيبوهم بالكيران من كامل تونس. صحيح صحيح، على الأقل خلي البرد هذا ما يتحركش الأخرى شوية، خلي العباد تمشي تخدم على روح. الأخرى البرد خليه يتحرك. أنت طالب مزيد من المشاريع النفيذة. الشعب والشباب هذا وين مش يعيش؟ الشباب كثير كثير العاطل عن العمل، فانفيذة هي انفيذة جهة 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 صناعية كلها، فما منطقة صناعية كبرى وشبابها عاطل عن العمل، كفاءات عندها كفاءات كبرى الشباب تاع انفيذة، نجم يعملوا حتى بحث اجتماعي وبحث تنموي معناها داخل منطقة انفيذة، يشوفوا خرجوا منها معناها كفاءات عليا راخدة. ترونسبور ما فماش ترونسبور، مكار واحدة ولا زوز يجيو بعد ساعة. ونقعد نستناو منا باش نمشيو وزادك نجيو راجعين. السي ان اس اس توا حسب ما سمعت انتم تضطروا انتم باش تمشيو تهبطوا لسوسه هكا ولا تنقلوا سوسه؟ من حيط الكنام والسي ان اس اس يهبطوا لسوسه، فهمني انا ديجا فهمني نمشي غادي نصب غادي في سوسه، فهمني نورمال مو يعملوا لهم محلات، فما برشا محلات لهنا نتاع الدوله معناتها فهمني مسكره كيما ذاك المحل. بجنب فهمني البريكه فهمني مسكرين ينجموا علاش هما تابعين فرنسا هذوما فهمتني، فما محلات مسكرين ينجموا يستغلوهم. النقل هذا للترفيه للمنتزه او للبحر ما مشكله كبيره ياسر، خاصه احنا نطالبوا كثرة السفرات للبحر سواء الليل وخاصه في الليل، خاصة في الليل، الليل وقت صيفي توا الناس كلها مسلعة والعمال في الليل مرتاحين، نجم يعملوا سفرة في الليل للبحر، اش بيه؟